فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأفضل أن أحج عن شخص قد توفاه الله أو أحج عن نفسي ثم أدعو له؟ الفريضة لا بد تحج عن نفسك، أما النافلة فلا بأس تحج عن نفسك أو عن الميت، أو تحج عن الميت. إذا كان الميت ما حج ما أدى الفريضة، كونك تأديها عنه أفضل من كونك تحج لنفسك نافلة. نعم.